أبدأ معك أستاذ كرزان. الرئيس الفرنسي يقول أنه يعول على نظيره الفرنسي لإعادة روسيا إلى رشدها. كيف ترى اللجوء الأوروبي لدولة حليفة لروسيا من أجل حل هذا النزاع؟ بداية مساء الخير لي ولضيفك العزيز والمشاهدين. بداية الأمر أن التوجه الغربي باتجاه الصين، هناك مخاوف كبيرة من إحدى الدول الغربية وحلف الشمال الأطلسي ناتو من الصين بشكل أكثر وأكبر مما هو الآن موجود. نعلم جيدا أن منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية أعلنت الصين حيادها من هذه المعركة، وإلى الآن لم يتصل الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الأوكراني، ومما عزز مخاوف الأوروبيين والغربيين بشكل عام زيارة الرئيس الصيني لموسكو قبل الفترة الماضية ودعمه المباشر لحليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يخوف، هناك مخاوف، ولد مخاوف كبيرة أن يكون هذا التقارب الصيني والروسي يؤثر بشكل أو ما على المجريات الحرب الروسية الأوكرانية أو إجبار الدول الغربية على الجلوس في مفاوضات ليس هم راغبون فيها. نعلم جيدا الكل عول على أن الحرب الروسية الأوكرانية قد تستمر شهورا وستنسف القوات الروسية، ولكن ما رأيناه هو عكس ذلك، إنما الدول الغربية استنزفت قواها واستنزفت خائرها واستنزفت أموالها على حساب شعوبها، ولم يضع الحرب أوزارها، مما أجبر الرئيس الفرنسي. ونعلم جيدا أن فرنسا منذ عقود ومنذ زمن طويل يتحكم بالعقلية والدبلوماسية الأوروبية، يعني الآن يترافق مع الرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون رئيسة المفوضية الأوروبية. يعني الآن هما شخصين متضادين في الاتحاد الأوروبي، شخص يمثل الشرطي السيء وشخص آخر يمثل الشرطي الجيد اللي هو يتمثل بالرئيس الفرنسي. وهناك نقطة مهمة جدا لا بد أن لا ننساها، إن الصين عبارة عن حجر الأساس أو حجر الزاوية في كل اللعبة الدولية. إبعاد الصين عن الساحة الدولية أو إبعاد الصين عن منافسات تجارية قد يؤثر سلبا على بقية الدول الغربية خاصة الاتحاد الأوروبي.